قالت جريدة فيغارو الفرنسية أن أكثر من عشرة سفراء ودبلوماسيين فرنسيين يعملون في الشرق الأوسط والمغرب العربي وقعوا على مذكرة جماعية تحمل مواصفات الانشقاق بخصوص موقف فرنسا من الوضع في الشرق الأوسط الصحيفة في حديثها عن الخطوة التي وصفتها بغير المسبوقة في تاريخ الدبلوماسية الفرنسية بالعالم العربي أكدت نقلا عن دبلوماسي فرنسي أن المذكرة جاء فيها أن موقف باريس في بداية الأزمة ليس مفهوم في الشرق الاوسط ويشكل قطيعه مع موقفها التقليدي المتوازن بين الفلسطينيين والاسرائيليين وفق تعبيرها كما كشفت الصحيفه نقلا عن دبلوماسي فرنسي اطلع على المذكره ان بلاده تتهم احيانا في بعض الدول العربيه بانها متواطئه في اعمال الاباده التي تقوم بها اسرائيل وقد وصلت النقمه عليها الى حد تهديد احد السفراء الفرنسيين العاملين في المنطقه بالقتل حسبها